خطوات لازمة ردا على هذا التدخل. ما له حدود مع سوريا هي تركيا وليست روسيا. موسكو تقول إن النظام السوري هو من طلب المساعدة وهي تلبي طلبه، ولكن لا يحق تلبية طلب نظام إلا بعد موافقة دولية. روسيا أقدمت على هذه الخطوة بالتنسيق مع إيران والعراق وسوريا، ونحن أبدينا حساسيتنا حيال هذا الموضوع وسنقدم على الخطوات اللازمة. وحول هذا الموضوع معنا مباشرة من باريس السيد عبد الرزاق عيد، الكاتب والمفكر والباحث السوري ورئيس إعلان دمشق المعارضة في فرنسا. سيد عيد، هناك تصريحات لأكثر من زعيم غربي ضد العمليات والتحركات الروسية في سوريا، هل يعني هذا اصطفاف للغرب ضد العمليات الروسية؟ يعني نحن خلال تجربتنا لـ5 سنوات لم نشعر ولا في لحظة من اللحظات أن الغرب جدي في موقفه السياسي تجاه ثورتنا أو في موقفه تجاه النظام الأسدي، ولذلك كل ما يصدر عن الغرب عادة ما نضعه بين قوسين. طيب، في ظل الصمت العربي الذي يخيم على هذه الأحداث، تبرز جماعة الإخوان المسلمين وتعلن الجهاد ضد روسيا، تداعيات هذا الإعلان برأيك؟ يعني هذا ما هو متوقع، وأنا أعتقد أن هناك بعض الإعلاميين الأمريكان كمثال فريدمان الذي تحدث على أن بوتين اليوم سيحمل عنهم كتف الكراهية لدى الشعوب العربية والإسلامية، وبالتالي هذا أمر، فالأمريكان بمعنى من المعاني يراهنون على أن بوتين سيغرق في المستنقع ومن ثم سيستقطب كل الكراهية في العالم الإسلامي، وبالتالي يوفر على أمريكا جزءا من الكراهية التي تحملها الشعوب نحوها. طيب، في ظل هذه المعطيات سيد عيد، يعني أمريكا دولة قوية وروسيا ليست كروسيا السابق، ليست هي الاتحاد السوفيتي وحلفه الذي يؤازره، نجد هنا تهاون ونجد تردد ونجد عدم مضادة لما يحصل في المنطقة من قبل الروس، وأعني هنا الولايات المتحدة الأمريكية، تفسيرك لذلك؟ يعني بالحقيقة يعني السياسة الأمريكية بسيناريوهاتها المتعددة التي دائما تتحدث أنها على الطاولة، بالحقيقة يعني أصبح يعني أشبه بلغز، أشبه ب عندما يعني تحاول أن تطرح عليهم مثل هذه الأسئلة وتقول أن ثمة تواطؤا، بيقولوا لك أنه يا أخي أنت مع نظرية المؤامرة. يعني الأمريكان دائما الآن يردون على كل من يطرح عليهم أسئلة حول سياساتهم الدولية، يقولون يا أخي أنتم تنطلقون من نظرية المؤامرة. لكن في واقع الأمر يعني لا يستطيع المرء إلا وأن يتساءل ما هو السر الذي يكمن وراء هذه المواقف الأمريكية التي تدفع دفعا للقول بأن ثمة مؤامرة. يعني الآن في محللين أمريكيين وسياسيين أمريكيين من يتحدثون على أن السياسة الأمريكية تسعى إلى استدراج بوتين للمستنقع السوري، لكن هذا الاستدراج عم بيكون على حسابنا نحن الشعب السوري. يعني هذه الألعاب الدولية جعل من سوريا ملعب أو ساحة، ونحن عم نقدم دم، عم نقدم نعم. كلفة، عم نقدم. طيب سيد عيد، مئات الآلاف من نعم. طيب سيد عيد، هنا
قراءتك للقادمة في هذه المنطقة، هل سيستمر الروس في هذه العملية أم أنهم سيجابهون من تصعيد دولي أوروبي وبالتالي سينسحبون؟ أنا برأيي أنه الصمود الأسطوري والرائع والعظيم والملحمي لشعبنا خلال 5 سنوات وهو يقاتل إيران والنظام الأسدي وحزب الله والميليشيات المتطرفة في العراق، وبالتالي كل هذه المشكلة بالنسبة يعني لنا ليست مشكلة العدد، ليس مشكلة السلاح، فهم النظام الأسدي يستخدم السلاح الروسي وليس بعدد المقاتلين، وهم يزعمون أنهم لن يتدخلوا على الأرض. فأنا باعتقادي نحن لم يعد، يعني أقول لك الحقيقة، لم نعد نثق بأحد الشعب السوري من كل الوعود الغربية. نعم. يعني أشكرك. الشعب السوري لا يثق إلا ببلدين، بلدين هما الشقيقتان تركيا والسعودية. أشكرك. ونحن نعول على دورهما كثيرا. شكرا. أشكرك السيد عبد الرزاق عيد، الكاتب والمفكر والباحث السوري ورئيس إعلان دمشق المعارض، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من فرنسا، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في داخل وخارج حدود تركيا حتى دحر آخر عنصر إرهابي من البلاد. وفي خطابه أمام حشد جماهيري في فعاليات صوت واحد ضد الإرهاب بمدينة ستارسبورغ الفرنسية، أوضح أردوغان أن على الجميع توحيد الصف ضد التنظيمات والكيانات الإرهابية واصفا إياها بعدو البشرية. أريد أن أشدد على أمر مرارا وتكرارا أننا نكافح الإرهاب، ولا يوجد لدينا أي مشكلة مع إخوتنا الأكراد، بل مشكلتنا مع الإرهاب والإرهابيين فحسب. هذا التنظيم الإرهابي والحزب الذي لديه صلة بالإرهاب لا يمثلان الأكراد قطعا. التنظيمات الإرهابية تشبه العقارب.